بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل قانون تعويضات الجزء الرابع. أول حاجة، بعض الملاحظات قبل ما ناخد مثال على تطبيق القانون. صدر قانون التعويضات، نزل جداول خاصة بنسب التعويضات المستحقة لكل شهر على حدة، اعتبارا من شهر 3/2016 وحتى 5/2017. دي أول جداول نزلت، ونزلت المجموعة من الأعمال، وكانت اللجنة العليا للتعويضات بتستقبل بعض الطلبات من المقاولين ومن الجهات المختلفة لإصدار جداول نسب تعويضات لبعض التعاقدات الخاصة زي أعمال الصوامع وأعمال محطات الرفع وخلافه والعقود التخصصية. في 7/3/2018 صدر قرار مجلس الوزراء باستمرار تطبيق نسبة شهر مايو 2017 في الفترة من 6/2017 وحتى 11/2017. وفي 13/10/2018 صدر قرار مجلس الوزراء برضو باستمرار تطبيق نسب التعويضات الخاصة بشهر مايو 2017 على الفترة من 12/2017 وحتى 5/2018. ملحوظة تاني، ان يتم الالتزام بنفس نسب التعويضات لكل عقد على حدة، ولا يجوز الاستعانة بنسب من عقد الى اخر حتى لو اتحدت البنود. يعني مثلا بند الحفر، بند الحفر موجود في المباني الادارية وموجود في المباني السكنية وموجود ضمن اعمال الفيرمة في اعمال الطرق، ولكن لو بند الحفر اتنفذ في مباني إدارية ليه نسب، لو بند الحفر اتنفذ في المباني السكنية ليه نسب، لو اتنفذ في أعمال الطرق ليه نسب، ولا يجوز إن أنا أستخدم نسب من عقد في تعاقد آخر. تاني حاجة، لا ينطبق قانون التعويضات على الأسعار التقديرية، لأن الأسعار التقديرية عارفين إحنا في الآخر إن بعد ما بنشتغل على الأسعار التقديرية بيتم تحديد لجان لدراسة الأسعار وتحديد أسعار التكلفة الفعلية اللي تم تنفيذها بناء على الفواتير والأسعار الفعلية للخامات والمصنعيات في الأسواق والمصاريف الإدارية والأرباح المقررة وفقا للوائح والقوانين طبقا لكل وزارة ولكل منطقة جغرافية على حدة. النقطة السادسة، يتم الاعتداد بالبرنامج الزمني وتعديلاته كوحدة واحدة، يتم التعامل معها كوحدة واحدة، والعبرة باعتماد السلطة المختصة لمد مدة التعاقد ومد المدة وفقا للمبررات المقدمة. ما بيتمش التعامل معها كبند لكل بند منفصل. 7، في حالة ان المستخلص بيغطي اكتر من شهر، يعني انا لو عندي مثلا عامل مستخلص من شهر مايو لغاية شهر يوليو، طب المستخلص ده في 3 شهور هطبق انهي نسبة؟ طبعا الكلام ده لو في 2016 لما كانت النسب متغيرة. بيبقى عندي حالتين. الحالة الأولانية، لو عندي إمكانية إني أثبت حجم العمل الفعلي والكميات المنفذة بالفعلية لكل شهر على حدة بالمستندات، يتم الفصل وآخد كل نسبة من جداول التعويضات اللي في الشهر مثلا مايو لوحدها في الكمية المنفذة في مايو، يونيو في نسبة يونيو، يوليو في نسبة يوليو، تمام؟ طب لو أنا ما عنديش الإمكانية دي، باخد الكمية الحالية في متوسط النسب للشهور بالكامل، إن أنا باخد متوسط النسب وأضربه في الكمية المنفذة بالكامل. وبعد ما خلصنا ملاحظات هننتقل للمثال الأولاني، وهو حساب التعويضات لمبنى إداري أو خدمي. المستخلص شهر يناير 2018، فادي قدامنا المستخلص عبارة عن بنود حفر وردم طوبة إحلال وخرسانة عادية وخرسانة مسلحة، وفي شكل المستخلص العادي كلنا عارفينه في السابقة والحالية والجملة وسعر الوحدة والإجمالي والصافي. لما هاجي أدرس التعويضات هدرس النقط، أول حاجة هراجع
تاريخ فتح المظاريف الفنية للمشروع، في المثال بتاعنا ده 7/2016، يبقى ده التاريخ اللي أنا هروح على الجدول وآخد منه نسبة التعويض. النقطة التانية، هراجع موقف مد المدة للعقد، هل العقد ممدود لمدة، المدة ساري أو غير ساري، متطبق عليه غرامة تأخير أو لا، متطبق نزاع قانوني أو لا. لأن طبعا في حالة وجود حالة العقد غير ساري أو عليه غرامة تأخير فما فيش تعويضات، لو في نزاع قانوني يبقى ما فيش تعويضات. هنحدد القيم الحالية للمستخلص، وإن ما تكونش متجاوزة عن 125% طبقا للشروط الخاصة بالنقطة دي في القانون واللي ذكرناها قبل كده. هرجع لتاريخ البت الفني للمشروع، وهو اللي حدد منه نسبة التعويضات طبقا للجداول وطبقا للمشروع. طبعا المشروع اللي احنا بصدده مشروع مبنى إداري، فهينطبق عليه الجداول الخاصة بالمباني الإدارية، ودي بتبقى نسبة ثابتة لجميع البنود. النقطة الأخيرة، هنراجع نسبة الدفعة المقدمة اللي تم صرفها بالفعل للمقاول، ولو في معاملات فوق أسعار تم صرفها بحيث إن يتم خصمها. ده جدول نسب التعويضات، واحنا العقد بتاعنا قلنا في يوليو 2016، يبقى هينطبق عليه النسبة الخاصة بشهر يوليو 2016، وطبعا لان احنا المستخلص ده خاص بشهر 1/2018 وطبقا لقرارات مجلس الوزراء، فهينطبق عليه النسبة استمرار تطبيق نسبة مايو 2017 عليه اللي هي 35.367 367 من 1000. هاجيب انا قدامي المستخلص، هعمل الكميات الحالية بعد ما قارنتها، بقت هي دي الكميات اللي قدامي، طلعت صافي القيمة الحالية للمستخلص كسعر الكمية الحالية في سعر الوحدة، خصمت منها نسبة الدفعة المقدمة اللي هي 10% اللي كانت مصروفة للمشروع، وطلعت الصافي بعد خصم الدفعة المقدمة. الصافي بعد خصم الدفعة المقدمة بيتضرب في نسبة التعويض المستحق اللي احنا طلعناه من الجدول اللي فات اللي هي دي، اطلع نسبة التعويض المستحق. اول ما يطلع نسبة التعويض المستحق اراجع اخر بند قلناه في طريقة التطبيق، ان انا اراجع لو في معاملات تم صرفها اخصمها، ما كانش فيه يبقى ده صافي قيمة التعويض المستحق، ويقع ان قيمة التعويض لا يتم خصم عليها قيمة تأمين نهائي او محجوز. نتمنى ان نكون في الشرح المبسط ده وفينا كل النقاط الخاصة بقانون التعويضات، وبنرحب باستفساراتكم سواء في التعليقات أسفل الفيديو أو في التعليقات على اللينك على اليوتيوب بخصوص الموضوع ده، وإلى لقاء قريب إن شاء الله مع مواضيع أخرى جديدة. مع الشكر، مهندس محمد محمود ضياء.